يا هلا والله شباب، انا هسه حاليا في قطر. الكل تنشر هاشتاق حسين ثابت في قطر. قبل ايام هددتني جهة معينة ما اعرفها منين، عندهم راسلتني فما رديت، وقامت تراقبني سيارات. لحد الان مراقبتني يمكن 3 سيارات، واليوم طلعت شفت نفس الحالة، والبارحة هم طلعت شفت نفس الحالة. فوق 4 ايام جاي يشوفون تراقبني الكل. اريد هذا يمكن اخر مقطع لي، الكل تنشر حسين ثابت في خطر. تمام، وان شاء الله خير. تحياتي لكم.